الخطة الأمنية الموعودة هدوء حذر يخيم على طرابلس بعد ليلة شهدت استمرار عمليات القنص بوتيرة متقطعة. مرجع أمني يؤكد أن مسألة الحسم العسكري بالغة الصعوبة نظرا لتكلفته الكبيرة، والمعالجة تحتاج إلى بضعة أيام. اجتماع للفعاليات الطرابلسية في منزل النائب محمد كبارة لمتابعة الوضع واتخاذ التدابير المطلوبة لمنع التفجير. واشنطن تعرب عن قلقها حيال أعمال العنف في طرابلس، وموسكو ترفض أي تدخل أجنبي في شؤون لبنان. الفاتيكان يجدد التأكيد أن زيارة قداسة البابا إلى لبنان لا تزال قائمة على الرغم من مناخ التوتر المتصاعد في لبنان. رئيس بعثة المراقبين يغادر دمشق مع انتهاء مهمته، وحصيلة قتلى شهر آب بلغت 4000 قتيل. الإبراهيمي يؤكد بعد لقائه بان أن أولويته ستكون مصلحة الشعب السوري. هآرتس: معظم التنظيمات والطوائف في لبنان تستعد وتقتني السلاح قبيل بدء حرب أهلية جديدة. واشنطن تبدي قلقها من التفاف إيران على العقوبات الدولية عبر اللجوء إلى خدمات مالية في العراق وأفغانستان. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم في تمام الساعة الثانية. قم معنا. حسين عمر من سوريا بارقة بقرب انفراج أزمة الرهائن والمخطوفين في سوريا ولبنان وأنهاء هذا الملف الذي شغل الأوساط السياسية والإعلامية منذ نحو 3 أشهر. أكد قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد أن أطلاق المخطوفين ويرتكب في هذا الوقت مجزرة في بصرة الشام في درعا. الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعول يؤكد أن النظام السوري أيل إلى الزوال، مشيرا إلى أن الجيش يقوم بواجباته الكاملة على الحدود ولا يحتاج إلى من يقرأ عليه المواد. وهروبا من سوريا، والأسد يؤكد أن سوريا لن تسمح بنجاح المخطط الذي يستهدفها مهما كلفتها. كوبالة سواحل السلفادور. والآن إلى صفحة رياضية مع زميل جورج سويدي. وهيدا كمان في جولة، خليكم في جو الأخبار. جولة سريعة لطقس بعض المدن حول العالم وكل أخبار الطقس بتبوا يوميا بنشرتنا دايما من الـ MTV. فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضية ندى دكروب قرار قاضي التحقيق المناوب شوقي حجار رد طلب تخلية سبيل الموقوف، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 1,000,000 ليرة. جنوب غربي الحرارة بتوصل أقصاها على الساحل 33 درجة، على المرتفعات بتروح بين 22 و 31، أما بالداخل فبتروح درجات الحرارة بين 30 و 6. صافي إلى ناعم جزئيا مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المتفرقة ببعض المناطق. تبو منيح من خطر أشعة الشمس وخطر الحرائق اللي بيرتفعوا طيلة فصل الصيف. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضع اللبنانية بنشوف سوا بها الجولة من الجو يلي بنبلشها من بيت المنصورة 30 درجة، 31 بزحلة، والختام بدير الأحمر وبالأعمى 36 درجة. درجة بتابع على هذا الحل لنهار الجمعة مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، ومثل ما عم نشوفه بالويك أند الجو صافي ومشمس والحرارة بتسجل أقصها 34 درجة. اليوم 30 آب بتخصص الأمم المتحدة هنهار يوم عالمي لضحايا الإخفاء القسري. نختم بجولتنا المعتادة على طقس بعض المدن حول العالم وتفاصيل أكثر عن طقس بقية الأسبوع بتبوا أكيد بنشرتنا الجاي. تويتر MTV لبنان، على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني MTV.com. أما الربو التحسسي وخاصة عند الأطفال فقد طورت طريقة